الأقرب ليك. المجموعة كملت يا سيدي دونك الساعة الثانية كما قلت بكري كانوا باش يلتحقوا بنا الأصدقاء اللي باش يكونوا موجودين معنا كل يوم إن شاء الله في الساعة الأخيرة من برنامجكم ماتينال الحياة. دونك باش نحكيو في عدد كبير من المواضيع وخاصة المواضيع اللي تهم ولاية القيروان، فسعيد جدا جدا بحضورهم معايا. نبداو ليتس فيرست هكا ولا هاجر؟ صباح النور، مرحبا. صباح الخير حسام، صباح الخير مستمعي، كيف مستمعي الحياة فاهم؟ نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين، بداية أسبوع موفقة، إن شاء الله تجربة تكون ممتازة مع حسام الممتاز. تحية ليك ولكيفة الفريق التقني والعزيز اللي معنا. عزيز مرحبا. بونجور حسام، صباح الخير هاجر ولكل المستمعين ومستمعات الحياة فام، ونتمنى تكون بداية أسبوع موفقة للجميع. مرحبا سيدي، دونك ذوما الفريق اللي بيجي يكون موجود معاكم إن شاء الله. أحمد يرحب بكم بطريقته الخاصة، دونك فرحان بكم برشا. أحمد المخلوفي ما نحكيكمش على محمد سيف الدين بولعراس كيفاش يحضر لكم في الكاميرا ويحضر لكم في الميزون بلاس نتاعكم، ومن اللي وصلته يقول لي وقتاش يجي وجماعة وقتاش يحضروا، دونك لازم نزيد هما نوجه لهم تحية كبيرة برشا الحقيقة، جنود الخفاء اللي قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة برشا. سينو هاجر قول لي سافا. سافا تري بيان، فرحانة برشا بالالتحاق بالفريق. بلي تحية للتاكسيات ديما نطلع معهم كل صباح. تحية كبيرة للتاكسيات، خاطر ديما نسمعهم يحطوا الحياة فيهم، نقول لهم اسمعونا باش تسمعوا برشا جديد وبرشا اكتواليتي بوزيتيف. نعرفكم تحبوش النيجاتيفيتي بدو يتذمروا خاطر الظروف ديجا هي كما تعرف. دونك هذا هو، فرحانة برشا وان شاء الله نعديو ماتينال مزيان ان شاء الله يا ربي. عزوز سافا. سافا صديقي، فرحان برشا بتجربة جديدة معاك، ونتمنى نعديو صبحية حلوة مع المستمعين معاك. بحول الله صبحية مزيانة تتعدى معاكم انتوما، هذا هو فان كونت، احنا عمل جماعي مع بعضنا وكلنا نكملوا بعضنا كما قلنا. احنا السلوغون نتاعنا في ماتينال الحياة، ماتينال الحياة هو الأقرب ليك، دونك باش نطرحوا أهم المواضيع خاصة اللي تهم ولاية القيروان، نطرحوا زادة مشاغل أهالينا على مستوى مركز مدينة القيروان وحتى في مختلف معتمديات ولاية القيروان. تسويت في بوات فوكالة. عندك اقتراحات، استشارات طبية، تحب توصل صوتك، تحب تهني العزيز عليك بعيد ميلادهم ولا بمناسبة؟ كلمونا على 70 035 120 70 035 120. مع الحياة فان وصل صوتك. الإذاعة الأولى للصحة في تونس. باخير الحياة FM، بلاي انا مواطن نسكن في المنصورة وين كشت اليعقوبي كدور بجنب سيانير حتى كشت اليعقوبي، جماعة الغاز وجماعة الكوابل متاع الانترنت حفروا الطريق وخلوه كيك، واش باش نحكي لك، غبيبر وهم وجاي امطار وطريق كسروه، احنا ما صدقنا ربي تعمل الطريق هذاك، بقينا 10 سنين نجروا في جرتهم باش تعمل الطريق هذاك، وهبط في الجرايد وفي الراديون وحاله حليله، وتو هم جاوا عملوه تو عندهم اكثر من شهرين ومشاو خلوه كيك، واش تادي يا حمد صدق عامل مشكلة في الحوم. عسلامة لدعت الحياة فام، انا مواطنة من رقادة، احنا فرحنا كي ولت عنا بلدية من 2018، لكن للأسف توا معناتها من 2018 الى يومنا هذا ما زاد حتى شيء على ارض الواقع، ما شفنا حتى شيء ملموس، الطرقات كما هي، ما عندناش مناطق خضراء، ما عندناش حتى تزيين، ما فما حتى بوادر للتنمية في المنطقة، بوبيلة مطيشة زادا كالعادة، حتى كي ظل حاويات ناقصة نقولوا للبلدية زيدينا راني ناقصين حاويات، قلنا اتوا نزيدكم التنوير العمومي ما فماش، حتى الطريق البرانسيبال الطريق الوطنية عدد 2 سيف كيف من هو مكسر، معناتها ما تدخلوش فيه، كان بعد قديش نداءات من المواطنين، معناتها هذايا الى متى؟ احنا بالحق كمواطنين نحبوا نشوفوا بلديتنا متغيره، نشوفوا الى الاحسن، نشوفوا حاجه ملموسه على ارض الواقع، نشوفوا فك عزله، نشوفوا مناطق خضراء، نشوفوا طريق مزيان، بالحق تولي بلديه سياحيه مش بالكلام كهو. السلامه حياه فهم، انا مواطن نسكن في اللفهاش، حبيت نحكي على المشاكل نتاع البنيه التحتيه خاصه في المنطقه اللي نعيش فيها، كياسات محفره حتى تصب طرف متر، عباد تولي تخرج بالسيف وتتحرك بالسيف، والله ماذا بينا لو كان يتلافتون المسؤولين في المنطقه اللي نسكن فيها. عندك اقتراحات، استشارات طبيه، تحب توصل صوتك، تحب تهني العزيز عليك بعيد ميلادهم ولا بمناسبه؟ كلمونا على 70 035 120 70 035 120. مع الحياة فان وصل صوتك. الإذاعة الأولى للصحة في تونس.
مع الحياة فهم وصل صوتك. نحب نوجه تحية كبيرة برشا زميلنا وصديقنا بليل دريدي اللي كان أمننا لبواد بوكال بالنسبة لليوم. وانتو ما زيدة إذا كان تسمعوا فينا توا وعندكم بعض المشاغل تحبوا توصلوا صوتكم سهل ياسر، تكلمونا على 70-035-120. اليوم في القروان هاجر مازلنا إلى حد هذه اللحظة نحكيه على مشكل متاع بنية تحتية كيف كيف عزيز، مازلنا إلى حد هذه اللحظة نحكيه على مشكل متاع كياس، مازلنا إلى حد هذه اللحظة نحكيه على يعني توفير ديبوبيل، توفير يعني الاهتمام أكثر خلينا نقوله بالمناطق الخضراء. ممكن المدخلة اللي دخلت وقالت أنه على بلدية على في علاقة بلدية رقادة كانوا يحبوا على مناطق خضراء، فما حاجة مهمة اليوم لازمنا نعرفوها الناس كل اللي راي بلدية رقادة هي بلدية سياحية. وانت ماشي الرقادة من رون بوان الكسكيس وانت راجع الرقادة ما فما حتى حاجة تدل اللي بلدية رقادة للأسف بلدية سياحية، نم حتى بلاكة في الطريق ما تلقاهاش. اسمع المشكله الثلاثه اللي تروافو كل دخلوا معنا توا عندهم نفس المشكله اللي هي الاشغال والطرقات بالضبط. توا المواطن الاول شنو قال؟ تضارب اشغال. انا مسميته تضارب اشغال. كيفاش جي سونيت تعمل خدمتها، تمشي سونيت جي البلديه، تمشي البلديه جي ستيك، تمشي ستيك جي حاسيلو، عرفتك اللي كل واحد يحفر على روحه، لا فما تنسيق بين ادارات الحتشاويه. مشكله قاعده نعاودوا فيها ونعاودوا فيها، وهاك تشوف توا هاو اللي مصور كان تخرج شارع توا القيرواني 200 واحد يعرضوك نفس المشكله. فين يا بلديه رقيده؟ شوف طموحات ولا الامل اللي تبعث في اول انتخابات البلديه عند المواطنين يسمعوا فينا الكل. انا متاكده اول انتخابات كنا نطمحوا لكلنا بلديات جميله، مناطق خضراء، طرقات، ونحضروا في جلسات وكل. الحقيقه احباطين في بلديات تونس الكل، ماهيش كان في قروين. اغلبيه البلديات خاطر فهم بلديات مالوغوزمون نجحوا، معني نقول مالوغوزمون خاطر احنا في تجربه نوعا ما نجم نقولوا فاشله. دونك بالحق مشكله كبيره اليوم، الطموحات الكل تحت في الماء، ومازلنا نستناو واسبيرون المسؤولين يسمعونا اوموا على الاقل الطرقات اللي مهمه اللي فيها مواطنين فيها اطفال. لا كل الطرقات، انا من كل هنا نمشي عكسك في حاجه. لا كل الطرقات اليوم راهو كل الطرقات راهو من حقهم كونهم يتمتعوا ببنيه تحتيه محترمه تليق باهالينا على مستوى ولايه القيروان. راهو عندنا مناطق عزيز راهو وهاجر، راهو عندنا مناطق في رقاده وفي عدد من المناطق الريفيه الاخرى، راهو وقت اللي تصب المطر يعيشوا في عزله تمه. راهو اكل مسالك الفلاحيه هذيك معناها كان تصير كاديرجونس ولا حاجه دو تيل فاسون تقف الحركيه وتنعدم الحركيه تماما، باعتبار وانه المسالك الفلاحيه هذيك غير مهيئه وما هيش حاضره وقت اللي تصب الشتاء. وربي يرحمنا ان شاء الله بالمطر. لكن فما ناس تدعي يقول لك ليه اذا كان تصب المطر انا راني نغرق، راني نوح لهنا، ما عادش نجم نتحرك، ما عادش نجم نمشي، ما عادش نجم نقضي اشواري. فاليوم راهو 2022 احنا راهو معناها نورمالمون ماناش نحكيو على الطرقات ومشكله نتاع بنيه تحتيه. اليوم نورمالمون رانا نحكيو على ناطحات سحاب، رانا نحكيو على الرقمنه، رانا نحكيو على حاجات ارقى واهم من الشيء هذا اللي قاعدين نحكيو فيه اليوم. صحيح حسام على ذكر بلديه رقاده اللي تقريبا تصنف بلديه سياحيه بالكلام كهو. كان جد الدنيا معناتها بلديه كما بلديه رقاده ولا منطقه كما منطقه رقاده اللي هي منطقه تاريخيه كبيره وتحت طبعا كبير نورمالمون تكون خير منك كبيسر. تحقيقة تفتقر الابسط الحاجيات البشريه معناتها، حتى كما قلت ذكرت انت البنيه التحتيه مثلا وصغيرات مثلا في المدرسه نتاع بلديه رقاده يلقاو برشا صعوبات في الامطار وفي الشتاء باش يتنقلوا ويمشوا للمدرسه نتاعهم. بالحق لفتر السلطات لازمهم يشوفوا حل الاهالي رقاد. هذا هو هاجر كتب دم روحه للدار سافا تاريخ في الحومه. انت مرك واضحه والله العظيم تصدق بالله بركيوني مرتي في الحومه فماش ضوء في الحومه، ما عنديش ضوء في الحومه، سي بون معناتها تحرقوا لوين بالكل، كيف وحده بركه تشعل وتطفى سي بون حتى هذيك مشت على روحها. دونك ولاو يختنموا الفرص الكل باش يعملوا اللي يحبوا عليه. كيف كيف الكياس كان كياس ممتاز الحقيقه لين توا سي بون كان ما بين كل حفره وحفره تلقى حفره. كان كان يعني على فكره نحكي على وسط البلاد. وسط البلاد هذاك علاش انا سالتك زوال هذه معناها في البلاصه اللي تقريبا باش يكون فيها حركه كبيره في المولد زاد كيف كيف. مالوروزمون حسين بلي عندي حاجه على بلديه رقيده نحب نقول حاجه على رقيده. راهي في ابار اللي هي منطقه تاريخيه وكل راهو فيها كنز، كنز ثمين جدا معناها حاسدين عليه في العالم الكل اللي هو متحف رقيده. نحب نوجه تحيه لسي زهير مدير المتحف اللي عامل مجهودته الكل يا حسين حتى بمجهودته الماديه الخاصه باش ينور البلاصه هذيك. وكما تتذكر البريود اللي فاتت عمل
فيزيت معناها اوفيرت في الليل ونجمنا بتطوع من ولاد المدينه وكل باش نوفروا كيران باش نمشيو عبيد وكل دونك راه فما جهود حثيثه جدا معناها من الاهالي غادي كل سواء مواطنين ولا مسؤولين باش يحسنوا مي راهو مالوروزمون ما فما حتى حاجه كما قال عزيز تدل انه هذيك بلاصه سياحيه والا مصنفه بلديه سياحيه دونك بربي لفته لفته بالحق لفته سيريوز هكا لفته صحيحه للبلديه هذيا باش على الاقل نحسنوا قبل المولد وما عادش من برجع وقت مش مازال المولد ما يجب نصلحوا ما يجب اصلح كما انت قلت مجرد بلاكه مش موجوده صحيح اي معناها حاجه تدل بالضبط حاجه تدل انا اليوم راهو عندي انجاز عندي بلديه سياحيه موجوده لهنا اللي هي بلديه رقاده وهي تستحق انها تكون بلديه سياحيه للقيمه التاريخيه والعراقه التاريخيه نتاع المنطقه هذيك وبعض المعالم اللي موجودين في رقاده اما انا اليوم وانا ماشي رقاده ونسمع لي رقاده منطقه بلديه سياحيه وانا مانيش ولد القروان معناها مانيش ولد بلاد لكن جاي نحب نزور البلاصه هذيك نحب انا مفطنيه ما نلقى حتى حاجه تدل اللي انا داخل المنطقه البلديه السياحيه في هذه في حد ذاتها نقطه استفهام فما حاجه اخرى مهمه راهو اليوم في دول العالم الكل في دول العالم اجمع والله هذه صديق يعني اجنبي كان قال لي كلمه كما هكا قال لي راهو احنا وقت اللي ندخلوا البلاصه وقت اللي باش نزوروا مدينه ولا باش وقت اللي باش نزوروا دوله اول حاجه نشوفوها نشوفوا البنيه نتاع مقر البلديه يعني إلسو في خطر البلديه ديما نحكيوا على النظافه نحكيوا على الجماليه نحكيوا على يعني التنوير العمومي وكذا ونحكيو زاد على الجماليه نتاع المدينه اللي هي من اولويه الاولويات نورمالمون للبلديات قال لي وقت اللي نشوفوا البلديه مزيانه نعرفوا اللي راهو المدينه باش تكون مزيانه وقت اللي مالوروزمون نراو مقر البلديه يكون خايب نوعا ما فوقتها نعرفوا شنو العمل نتاع البلديات نتاعنا دونك اليوم لازمنا نتحركوا شويه نخدموا عنا برامج عملناها ومقدمناها وبرامج انتخابيه يعني ادخلنا على ضوء هذا لكن صاحب فما حتى شيء صعيب اليوم فما حاجه اخرى مهمه عزيز وهاجر اللي راهو المجتمع المدني قاعد يعاون قاعد يخدم قاعد يقدم في الاضافه انا كيف نشوف حملات النظافه اللي عملتها البلديه والصولات الجهويه مشكورين الحقيقه اللي هي مازالت متواصله مع مندوبيه السياحه والبلديه والولايه وكل الصولات الحقيقه المحليه والجهويه الموجوده لنا على مستوى ولايه القيروان اللي تدخل في استعدادات مهرجان المولد النبوي الشريف ونشوف المجتمع المدني موجود معاهم فهذه حاجه تفرحني الحقيقه اليوم اكيد صحيح انا تعرف ندائي للمواطنين في القروان راه كي تشوف حمله نتاع نظافه وانت ما عندك ما تعمل فيه بيس راه تلبس الشيء نتاعك وتخرج مع العبيد راهم اوكي هما معناها مجتمع مدني وقاعدين يخرجوا مي راهو لازم تفالوريزي ليكيب لازم ليكيب تزيد تكبر وما زلت متواصل الحملات هذيا تلقاو اكثر تفاصيل موجوده معناها على لي باج فيسبوك وكل دونك نداء للمواطنين هلا حد ما يسيلش معناها كل واحد منا شويه شويه تو تحسن البلاد هو راهو على ذكر كلامك هاجر راهو اذا كان نحكيو على النظافه راهو النظافه راهي مسؤوليه شخصيه معناها راهو قبل ما نحكيو على البلديات وقبل ما نحكيو على الناس اللي قاعده تخدم راهو نورمالمون انا نبدا من روحي معناها نقول لك لا يغير لهم بقوم حتى يغيروا بانفسهم دونك خليني انا نبدا نغير من روحي انا وقت اللي تبدا عندي بوبيل عندي ورقه ولا عندي كاغت ولا عندي اللي هي الحاجه اللي باش نلوحها في البوبيل لوحها في البوبيل ما نلوحهاش في الشارع حتى لو كان موفروا ليش هما يعني لي بوبيل الحاويات وكذا نورمال خليها عندي في ساشي ولا في يدي ولا في جيبي ولا اللي هو اول بوبيل تعرضني لوح دونك هي المسؤوليه مسؤوليه جماعيه ومسؤوليه مشتركه عزيز عندك متعلق حسام بالحق المجتمع المدني وبرشا جمعيات قاعدين يخدموا خدمه كبيره وقاعدين ينظفوا في الشوارع نتاع القروان هي المجهودات الجبار اللي قاعدين يقوموا بها وكما قلت حسين بالحق النظافة لازمها تولي عقلية في تونس ولازمها تولي حالة وعي لدى المواطنين مثلا ناخذ بار اكزامبل في رواندا بول كاغامي اللي هو رئيس رواندي بقرار رئاسي كونه كل نهار تحد كل اخر شهر نهار تحد الموظفين والمواطنين يخرجوا ينظفوا هما شوارع بلادهم وحدهم وحدهم قرار رئاسي وهذه معناتها حاجة إيجابية تساهم في الوعي نتاع المواطنين وتخلي بلادهم ديما نظيفة ويستحفظوا عليها أكثر فأكثر بالضبط هذا وأنا قلت لك أنا في النهاية المسؤولية هي مسؤولية الحقيقة مشتركة سينو احنا مازلنا باش نواصلوا ونحكيوا على بعض المبادرات يعني هاجر الشخصية وخاصة من عند أبناء مدينة القيروان وأبناء ولاية القيروان وأطفال ولاية القيروان الحقيقة قاعدين يقدموا في مقترحات كبيره مقترحات ممكن احنا ما خممناش فيها ممكن حتى مسؤولين يعني موجودين في مناصب عليا ما خموش في مثل هذه الافكار اليوم
اليوم عندنا طفلة قيروانية بعد شوي إن شاء الله مش تكون حاضرة بعدنا باش نحكيوا معها على المشروع المبادرة اللي تجمع يعني الفنانين الشبان واللي باش من خلال المواهب نتاعهم باش تروج لهم وتبيع التابلو نتاعهم وباش تعاون بهم عدد من المؤسسات التربوية. هذا حديثنا باش يكون من بعد شوية سينو. احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار في برنامجكم ماتينال الحياة. هذه الغنية اللي اختارتها هجر الجزيري محمد منير أو جديد.